ميركاتو آخر أخبار صفقة انتقال حمزة بن عبدة حمزة الخضراوي إلى النادي الإفريقي ثنائي الملعب التونسي. آخر الأخبار تؤكد اتفاق حاصل بين هيئة النادي الإفريقي وهيئة الملعب التونسي على انتقال الثنائي لفريق باب جديد في انتظار إتمام بعض الجزئيات والإعلان عن الصفقة في الساعة القادمة. دائما مع أخبار النادي الإفريقي، البارح الحصة التدريبية اللي جرت البارح في البارك شهدت انضمام المنتدب الجديد للنادي الإفريقي ياسين بوعبيد اللي كان أمضى في وقت سابق عقد مع الفريق لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر. من أخبار النادي الإفريقي إلى أخبار الترجي الرياضي، الترجي قرر البارح تفعيل بند شراء المهاجم الغامبي كيباسوي من فريق مستقبل سليمان بعد نهاية فترة الإعارة. الغامبي القادم من مستقبل سليمان أمضى عقد جديد حتى سنة 2027، هكا يلتحقوا كل الأجانب بمجموعة الترجي باستثناء المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز. مهاجم جزائري كان مع الترجي غادر الفريق هو حسام الدين غشة، والبارح فريق اتحاد العاصمة الجزائري اللي دربوا التونسي نبيل معلول أعلن ضم اللاعب السابق للترجي حسام غشة في صفقة انتقال حر. فريق جزائري آخر أعلن ضم لاعب من البطولة التونسية، تحديدا لاعب النجم الرياضي الساحلي الكامروني جاك بي، غادر النجم وتعاقد مع فريق شباب بلوزداد لمدة 3 سنوات.